السلام عليكم، هنا هتكلم عن الجهاز العصبي في الجزء العملي. طيب، الجهاز العصبي أو nervous system تكون من the central nervous system و the peripheral nervous system. The central هو عبارة عن الجهاز العصبي المركزي CNS. The peripheral nervous system الجهاز العصبي الطرفي هو PNS. طيب، من إيش تكون nervous system أو central؟ يتكون من البرين ومن spinal cord. طيب، البرين عشان كبير قسمه إلى ثلاثة أجزاء: الفور برين دماغ أمامي، الميد برين دماغ وسطي، والهايند برين الدماغ الخلفي. الدماغ الخلفي كمان أكثر من جزء مركب يعتبر، فهو يتكون من البونز القنطرة، سيربيلم مخيخ، الميدولا بلنجيت اللي هو النخاع المستطيل. طيب، بالنسبة للبريفرال نيرفس سيستم عندي السوماتيك وعندي الأوتونوميك، هذه ما راح أتكلم عنها بالتفصيل، أنا تهمني هذه الجزئية في العملي. أنا عندي هذا البرين أو central nervous system تكون من البرين ومن spinal cord، هذا عبارة عن central nervous system. البريفرال الأعصاب اللي خارجة من spinal cord هذه كلها تعتبر أعصاب طرفية أو أعصاب جانبية. طيب، بالنسبة للبرين يتكون من إيه؟ يتكون من قلنا دماغ أمامي ودماغ وسطي ودماغ خلفي. الفور برين عبارة عن ثلاثة أجزاء: من السيريبرم مخ، سيريبرم يعني مخ الأشياء اللي فيها تعوجات، ثلمس والهايبوثلمس، تمام. طيب، بالنسبة للميد برين عبارة عن جزء صغير فقط يوصل بين الفور برين الكبير ده والهايند برين. طيب، الهايند برين الجزء الأزرق عبارة عن إيه؟ عبارة عن القنطرة، تمام، عبارة عن البونز طبعا، السيريبلم المخيخ تصغير مخ، وعندي الميدولا أبولونجيت اللي هو النخاع المستطيل. هذه بكل بساطة أقسام الدماغ. الدماغ مسؤول على الإحساس ببعض الأشياء بسبب اختلاف المناطق، قسموها إلى لوبس. فأنا عندي الفص الأمامي وعندي باريتال لوب الفص الجداري، تمام، فوق قريب من جدار الجمجمة. عندي الأوكسيبيتال لوب الفص الخلفي. عندي التمبرال لوب اللي هو الفص الصدغي قريب من الخدود أو من الصدغ، اسمه بي الفص الصدغي. من ايش تكون الخلية العصبية؟ الخلية العصبية عبارة عن راس وجسم ورجل. الخلية العصبية اللي هو نيورون او النيرف سيل تعتبر سمير، مصحة عصبية لانه شكلها زي اللبانة. اللبانة ما ينفع اعمل فيها لا قطاع كروس ولا فيرتيكال، لا اخذها بالطول ولا اخذها بالعرض، ما حيبان فيها شيء، وبالتالي امسحها اسحبها، فهي تعتبر سمير مصحة عصبية. طيب، من ايش تتكون الخلية العصبية؟ من راس لها شعر ولها عيون، ومن جسم طويل، تمام، ومن رجول. ايش اللي بيصير؟ الجسم اسمه السوما، تمام، او السلبدي، جسم الخليه العصبيه، تحتوي على الشعر. الشعر عباره عن الدندرايتس. دندرايتس يعني زوائد شجريه. كمان تحتوي على العيون اللي هي عباره عن النيوكليوس. الخليه العصبيه اول جزئيه فيها راس وفيها شعر وفيها عيون، اللي هو عباره عن السلبدي، عباره عن الدندرايتس، عباره عن النيوكليوس. واحد من الدندرايتس هذا يبدأ يستطيل ويعطيني جسم الخلية العصبية، جسم الخلية العصبية اللي هو الأكسون أو المحور. الأكسون سبحان الله مغلف بخلايا، يحتوي على خلايا اسمها شوان سيل. الخلية الحبة اسمها شوان سيل. الخلية هذه ملفوفة زي السينابون، لفات 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 حوالين الأكسون. الغشاء حق شوان سيل أو نفس الخلية هذه اسمه مايلين شيت. مايلين شيت. بين الخلايا هذه سبحان الله في فراغات. طيب، الفراغات هذه اسمها نود أو رينفير، عقد رينفير. إيش أهمية الشوان سيل؟ عبارة عن شوان سيل أصلا عبارة عن خلايا سبحان الله دهنية عشان تسرع من السيلات العصبية. هذا واحد. اثنين، ليش موجودة الفراغات هذه أو النودز؟ إيش السبب؟ السبب إنه تخيلوا معي لما تكون ماشية السيجنال نيرف سيجنال ماشية كذا من غير ما توقف طول الجسم من بداية راسك إلين جسمك ملايين المرات، في كل مرة يكون في إشارة، هتتعب ولا ما هتتعب الإشارة؟ هتتعب. فبالتالي سبحان الله ربنا خلق فيه تجاويف هنا عشان تمشي النيرف سيجنال وتوقف، بعدين ترجع بنفس القوة وتوقف، بعدين ترجع بنفس القوة وتوقف، وبنفس الطريقة. فالهدف من العقد هذه عشان تبدأ تسابع كمان من السيالات العصبية. طيب، هذا بالنسبة لي السلبدي رأسها والأكسون جسمها. نيجي لرجلها. رجلها نسميها بالأكسون تيرمينال اللي هي نهايات محورية. الأكسون يعني محور، تيرمينال يعني نهايات، فهي نهايات محورية.
الخلية العصبية، السمير، المسحة العصبية. في الخلية العصبية، المسحة في الخلية العصبية عبارة عن راس وجسم ورجل في الخلية العصبية، هذا بكل بساطة. طيب نيجي نشوف الخلية العصبية عبارة عن راس وجسم ورجل، نشوف شكل القطاعات حقتنا. هذا شكل القطاع، شكله زي الشبكة على قوة 4، مستحيل راح تبان. طيب هذا على قوة 10 بدأت تبان. تاخذين شكلها زي البن المفرودة، هذه عبارة عن السبدي. طيب كمان نكبر على 40، هذا شكله. أنا عندي هذا السبدي أو السومة، هذا جسم الخلية العصبية، وهذا شعرها اللي هي الدندرايت، وهذا عيونها اللي هي النقليس. طيب هذا بنفس الطريقة، هذا السبدي وهذه الدندرايتس، واحد منهم الأكسون واضح. وهنا عندي العيون اللي هي عبارة عن النيوكليس، هذا فقط اللي راح يبان في الخلية العصبية، وشكلها زي اللبان المفرودة، شو يسموها بالسمير في الخلية العصبية. ندخل على القطاع الثاني اللي هو عبارة عن، هذه كلها قطعات من النت راح أعديها. ندخل على السباينال كورد. السباينال كورد موجود داخل العمود الفقري، داخل الموجود موجود داخل العمود الفقري، هذا هو، هذا هو الجزء اللي شكله زي الفراشة. طيب لو ناخذ كروس سكشن في المنطقة هذه، لاحظوا انه شكلها بهذا المنظر. لو ناخذ شكل تخطيطي حيكون شكلها كمان بهذا المنظر. السباينال كورد محاط من برا وبرا بثلاث أغشية، غشاء لاصق في السباينال كورد زي الأم الحامل اللي دايما لاصقة في عياله، سموها بالبيا ماتر، الأم الحامل، ترجمتها الأم الحامل. بعد كده عنده غشاء خارجي بشكل زي الدائرة، هذا اللي برا عبارة عن الأم الجافية، نسيج ليفي جدا 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 متين، اسمه الأم الجافية، الدورة ماتر، ترجمتها كده الدورة ماتر اللي هي الأم الجافية. في غشاء موجود بينهم شكله زي شبكة، شبكة الأوعية الدموية، اسمه الأركنويدز، الطبقة العنكبوتية أو شبكة أو الطبقة الشبكية، عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية بتغذي السباينال كورد. أي ثاني، أنا عندي السباينال كورد عبارة عن ثلاث أغشية، الأم الحنون اللي لاصقة وناشفة في عيالها اسمها بالبيا ماتر، الأم الحنون. الأم القاسية الجافية اللي بعيدة عن عيالها اسمها الدورة ماتر. الطبقة اللي عبارة عن طبقة من الأوعية الدموية، شبكة من الأوعية الدموية، اللي هي الطبقة العنكبوتية أو الأركنويد. طيب نيجي لجوا، عندي منطقة لونها أبيض وفي منطقة لونها رمادي. الرمادي ماخذ شكل حرف H، اللي لونها رمادي اسمها جري ماتر، زي ما هو واضح هنا عندي جري ماتر، المادة الرمادية، حنعرف ليش. واللون الأبيض اسمه الوايت ماتر. ليش وايت ماتر؟ لأنه يحتوي على فقط الأكسون، النقطة اللي في النص، وحوالينها الغشاء حق الشوانسل يسميه بي المايلين شيت. فالمنطقة بس اللي فيها الوايت ماتر ليس منها وايت، أو ليش هي منطقة بيضاء؟ لأنه فيها نقطة وغشاء خفيف حوالينها، نقطة وغشاء خفيف، المنطقة كلها عطتني لون الوايت ماتر. طب ليش عطتني في النص منطقة الجري ماتر؟ لأنها تحتوي على السيلباديز، أجسام الخلايا العصبية. السيلبادي أو جسم الخلايا العصبية يحتوي على السيتوبلازم، فهي لونها قريب من اللون الرمادي، فكل المنطقة هنا تحتوي على رؤوس الخلايا العصبية، فبالتالي لونها صار قريب من اللون الرمادي، عشان كده سموها بالجري ماتر. واضح؟ هذا بالنسبة للسباينال كورد. طيب سباينال كورد في المنطقة الظهرية في انتفاخ كده سبحان الله بيدخل للظهر زي ما احنا شايفين. الانتفاخ هذا اسمه دورسال روت جانجليون. دورسال مينز ظهري، لازم تربط التشبيه بالحروف بالأسماء بكل حاجة. دورسال مينز ظهري، فهي دورسال في الظهر. تمام. الفنترال مقصود فيها بطني، البنترال مقصود فيها بطني. فالعقدة العصبية الظهرية أصلا موجودة في منطقة الظهر، منطقة الظهر، عشان كده هي الدورسل. واضح؟ والمنطقة الخلفية موجودة في منطقة البطن، عشان كده هي تعتبر بطنية. القرن اللي فوق في منطقة الظهر اسمها دورسل هورن، واللي تحت اسمها بنترال هورن، في قناة في النص نسميها بي السنترال كانال. هذا بكل بساطة السباينال كورد. طيب نشوف قطاعاتنا. هذا قطاع السباينال كورد، واضح جدا اللاصق، الأم الحين اللاصقة في عيالها سميناها بالإيه؟ بالبيا ماتر. الأم الجافية اللي بعيدة عن عيالها قلنا نسيج ليفي جدا 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 متين، اللي هو عبارة عن الدورة ماتر. في طبقة
شنكبوتية عنكبوتية شبكة عنكبوتية اللي هي عبارة عن الأركنوكا. طيب عندي هنا المنطقة الغامقة قلنا شكلها زي H اللي هي الجري ماتر، والفاتحة عبارة عن الوايت ماتر، وهذه عبارة عن السنترال كانال. ما حنقدر نحدد أي واحدة فيهم دورسل وأي واحدة فيهم فنترال. هذا بالنسبة للصبغة العسلية. نجي لي الصبغة الوردية، الأم اللي لاصقة في عيالها اسمها بيا ماتر، اللي مبعد عيالها سميناها بي الدورا ماتر، الطبقة اللي بينها سميناها بي الأركنويد، المنطقة الغامقة الجري ماتر، الفاتحة الوايت ماتر. نكبر كمان، بيا ماتر دورا ماتر الأركنويد، عندي الوايت ماتر وعندي الجري ماتر. نبدأ نكبر، كبرت على 10. هذا الوايت ماتر، لاحظوا كلها دوائر ونقاط، دوائر ونقاط. النقطة عبارة عن الأكسون، النقطة عبارة عن الأكسون، الدوائر اللي حولينها عبارة عن المايلين شيت، هذه كلها وايت ماتر. نيجي للجري ماتر، واضح هنا السلبري تبع النيورون أو الخلايا العصبية، هذه بالصبغة العسلية، هذه كلها وايت ماتر وهذه كلها جري ماتر، وهذه واضح إن هي السلبديز. تمام، نكبر كمان، هذا شكل الوايت ماتر، لاحظوا دائرة ونقطة، النقطة قلنا عبارة عن الأكسون، الدائرة عبارة عن المايلين شيت، واضح كلها إن هي دوائر ونقطة. الجري ماتر عبارة عن السلبديز، واضح النوكليوس داخلها. بنفس الطريقة الصبغة الرمادية، هذا الوايت ماتر وهذه كمان الوايت ماتر، واضح هنا دائرة ونقطة. ندخل على الجزئية اللي بعدها اللي هي الدورسال روت جانجليون، العقدة العصبية الظهرية. دورسال روت جانجليون يعني موجودة في منطقة الظهر، هذه هي دورسال منطقة الظهر، لازم تفهموها ولازم تحفظوها كده. طيب لو جينا شفنا العقدة العصبية الظهرية، نلاحظ ان هي تحتوي على ايش؟ هذا شكل العقدة، سبحان الله، هذا شكل العقدة، هذا السبايدل كورد لاصقة في منطقة الظهر، هذا شكل العقدة، تحتوي بس على حاجتين، الدوائر والخيوط. الدوائر عبارة عن السلبديز تبع الخلايا العصبية الحسية سنسوري نيورون، تمام، فقط متجمع فيها رؤوس الخلايا العصبية. حكمة ربنا إنه الدورسال روت جانجليون منفوخة لأنها تحتوي على رؤوس الخلايا العصبية عشان تقدر توصل أكبر قدر من الإحساس اللي جاي من المؤثرات الخارجية. فهي ليش منفوخة سبحان الله في منطقة الظهر؟ لأنها تحتوي على رؤوس الخلايا العصبية. إيش نوعها؟ الخلايا العصبية الحسية. وإيش الخطوط هذه؟ هي عبارة عن الأكسونز تبع الخلايا العصبية الحسية. فأنا عندي الدورسال روت جانجليون تحتوي على حاجتين زي ما هنا واضح، تحتوي على الدوائر اللي هي خلايا عصبية، رؤوس الخلايا العصبية الحسية اسمها جانجليون سيل لأنها داخل العقدة فسموها جانجليون سيل، لكن هي أصلا رؤوس خلايا عصبية حسية. والأشياء الطويلة عبارة عن الأكسونات، تمام، وفي سبحان الله مجموعة من الخلايا اللي هي سبورتينج سيلز أخذناها في الجزئية النظرية، بتساعد الخلايا العصبية وبتغذيها، تمام، موجودة بكثرة حوالين كل خلية عصبية زي ما احنا شايفين هنا، وموجودة يعني شكلها زي الساتلايت زي القمر الصناعي. ليش؟ عشان سبحان الله تبدأ تعطي الخلية العصبية قوة ان هي توصل لها اكبر قدر من الاحساس، سموها بي نيوروغليا سيلز او السوبورتينج سيلز او ساتلايت سيل، شكلها زي الساتلايت او شكلها زي القمر الصناعي. فهذا بكل بساطة العقدة العصبية الظهرية، تحتوي على بس الخلايا العصبية، تحتوي على الأكسونات. ندخل على البريفرال نيرفز، الأعصاب الطرفية أو الجانبية. إحنا قلنا السنترال نيرف سيستم عبارة عن البرين والسباينال كورد، اللي خارج منهم اسمه البريفرال نيرفز أو الأعصاب الجانبية أو الطرفية. هي عبارة عن بكل بساطة عبارة عن شنطة كبيرة، تمام، جواتها شنط صغيرة. الشنطة الصغيرة الواحدة في جزء فيها أقلام، في جزء فيه أدوية، في جزء فيه مكياج، في جزء فيه ألوان. هذا بكل بساطة هذا العصب الطرفي. فالعصب الطرفي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غلاف العصب الكبير اللي هو الشنطة الكبيرة، اسمه إبينيوريون. غلاف العصب الكبير هو نفس الشنطة الكبيرة، نسميه بغلاف العصب. الشنطة الصغيرة الحبة منها نسميها بحويصلة، تمام، أو المحفظة.
تمام. المحفظة، أنا عندي محفظة أكلام، مكياج، أدوية، ألوان، إيش ما كان نوع المقلمية. غلاف المحفظة الوحدة، غلاف الحزمة، تمام، اسمه بيري نيوريوم، غلاف الحزمة. فأنا عندي غلاف العصب، عندي غلاف الحزمة. الحزمة الوحدة قلنا اسمها فاسيكلز، حزمة أو مقلمية، تمام. جوتها في شيء، في أقلام، في شيء، في ألوان، في شيء، في مكياج، في شيء، في أدوية. اللي جوا يحتوي على دائرة ونقطة. الدائرة عبارة عن المايلين شيت، والنقطة عبارة عن الأكسون. وعشان الأكسونات ما تتحكحك في بعضها البعض، في مادة حوالينها اسمها الإندونيوريوم. بنفس الطريقة أنا عندي شنطة كبيرة جواتها شنط صغيرة. الشنطة الصغيرة في جزء منها يحتوي على مثلاً أقلام. بنفس الطريقة أنا عندي غلاف العصب، غلاف الحزمة، وعندي أكسون ومايلين شيت، والمادة اللي بينهم اسمها إندونيوريوم. بكل بساطة الأعصاب الطرفية. هذا شكل الأعصاب الطرفية، غلاف الحزمة، غلاف العصب، تمام. جوا لو كبرناها نلاقي إن هي تحتوي على الأكسون والمايلين شيت. طيب لما أجي أكبر هنشوف إن هي عبارة عن دائرة ونقطة، أكسون ومايلين شيت. أنا عندي غلاف الكول وغلاف العصب. الحبة دي تعتبر حزمة، الغلاف حقها يسمى غلاف الحزمة. إيش تحتوي من جوا؟ تحتوي على دائرة ونقطة اللي هو الأكسون والمايلين شيت. هنا واضح أكثر، لاحظوا هنا لو كبرناها غلاف العصب، بعد كذا غلاف الحزمة، هذه الحالة اسمها بيرينيوريوم، غلاف الحزمة. أنا عندي دائرة ونقطة اللي هي الأكسون والمايلين شيت. هذا بكل بساطة الأعصاب الطرفية، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة وجوتها الأقلام أو التفاصيل الأكثر. يعطيكم العافية.